علينا الحرص على المحافظة على موطنها الطبيعي الآن. في الوقت الحالي تم إنجاز العمل الميداني على رؤوس الأشجار في يوسيميتي، إلا أن البحث لن يستكمل قبل أشهر أو حتى سنوات. يكمن التحدي الأكبر في تقييم المخاطر الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي قبل فوات الأوان. في أعالي جبل إل كابيتان يواجه لينكولن أكبر تحد. يعد إل كابيتان أحد أعظم الجبال الصالحة للتسلق في العالم، وذلك بفضل شقوقها المتلوية. تتشكل هذه الأخيرة بفعل انفجار الضغط المحاصر داخل الحجر. يفرغ نتوء تكساس فليك العملاق بعضا من الضغط في هذا الجزء من جبل إل كابيتان فيما ينفصل عن الجدار. هذا ما يجعل واجهة الصخور المحيطة به جدا ملساء، بحيث يصعب تسلقها حتى على الخبراء. إن خط الشقوق الذي تتبعه لينكولن ألس باتجاه القمة وصل إلى النهاية. لا شك في أن هذا هو أحد أشد الأماكن جنونا في إل كابيتان. نتسلق تكساس فليك حيث ينتهي خط الشقوق، ثم نمضي قدما للوصول إلى خط الشقوق المقبل، وبما أننا لا نستطيع تسلقه نعمد إلى التأرجح. أنا في الأسفل إذن، عند نهاية الخط، وسنذهب في جولة قصيرة. ها نحن ذا. سيحاول لينكولن تنفيذ إحدى أكثر المناورات إثارة في عالم تسلق الصخور. يطلق عليها المتسلقون في يوسيميتي اسم كينج سوينج، أو أرجوحة الملك. إنه على ارتفاع حوالي 450 مترا، يتدلى من حبل بطول 30 مترا. يجب أن يتأرجح لينكولن ذهابا وإيابا على طول واجهة الصخور لو أراد بلوغ خط الشقوق التالي. تعطيه كل محاولة تأرجح زخما إضافيا، وتساعده على الاقتراب أكثر فأكثر من خط الشقوق التالي الذي يوصله إلى القمة. ها هو يحط أخيرا. سيكون الآن في مواجهة مجموعة جديدة من التحديات الجيولوجية. لطالما حلمت بالسفر حول العالم، رحلة إلى قرية نائية أو زيارة إلى كبرى المدن السياحية. لطالما أردت أن أفعل هذا. هل تحب أن تتعرف إلى عوالم جديدة أو تعيد اكتشاف حضاراتنا الغنية؟ أتفضل الاسترخاء عند الشاطئ أو ممارسة رياضات خطيرة؟ أفوق إلى الطيران. بأي وسيلة أحببت، رحلتك حول العالم تبدأ من هنا. مسار رحلتنا هنا، تريدين إلقاء نظرة؟ فقرة سفر ومغامرات كل ثلاثاء على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. قنوات ناشونال جيوغرافيك تقدم كوكبا ينبض بالحركة. هجرات عظمى، حكايات تتقفى أثر رحلاتهم. ترتحل بالملايين وتصمد مجتمعة. حدث تلفزيوني عالمي، هجرات عظمى، على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. مهما تطورت وتعقدت تصنيعات البشر، فلا بد أن يأتي الوقت. أنا شون رايلي، وسوف أشارك نخبة من فرق الصيانة في العالم لإحداث تصليحات مكلفة جدا وكبيرة جدا. ضخما ومعطلا سوف نصلحه، وأنتم أتون معنا. أصعب تصليحات العالم في موسم جديد الاثنين على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي.
مجموعة من الصخور الوعرة المتدلية المعروفة بجريت روف أو السقف الأعظم على ارتفاع 150 متراً فوق رأسه. تشكل هذه الندبة الجيولوجية الكبيرة الحاجز الرئيسي الأخير الذي يتعين على لينكولن تخطيه قبل بلوغ القمة. هذا يعني أنه يجب أن يمضي ليلة أخرى على سطح الجبل الصخري معرضا نفسه لخطر عيش أسوأ كابوس قد يعاني منه أي متسلق، ألا وهو العاصفة الكهربائية. صحيح أن البرق يعد من أضخم القوى الطبيعية وأشدها فتكا، إلا أنه قد يتحول في يوسيميتي إلى مصدر للحياة. لا شك في أنه يتسبب ب88% من الحرائق البرية في يوسيميتي، لكن هذه المنطقة بحاجة للنيران من أجل البقاء. تضيء النيران طريقنا خلال رحلتنا القادمة إلى يوسيميتي برفقة دليلنا المتخصص في الحرائق تارو بوسينا. سيستهلك هذا الحريق 70 فدانا من الغابات التي يساوي حجمها حجم 68 ملعبا لكرة القدم، إلا أنه لم يندلع بسبب البرق بل افتعل من قبل الإنسان. 1-2 تارو هو المسؤول عن نشوبه. خلال الجزء الأكبر من القرن الماضي تم وضع حد للحرائق المندلعة بصورة طبيعية في يوسيميتي متى بدأت، وكانت النتيجة أن تراكمت الأغصان والجذوع والنباتات الميتة بشكل مذهل، مما ساهم في تغذية حرائق كارثية. يحاول رجال الإطفاء العاملون في الحديقة الوطنية لعب دور المتحكمين بالحرائق، فهم إما يسمحون للحرائق الطبيعية بالامتداد تحت سيطرتهم أو يفتعلون حرائق مراقبة من هذا القبيل. يعمل تارو وفريقه المتخصص على إزالة الأغصان الميتة الإضافية وإعادة تدوير المواد الغذائية النافعة مجدداً داخل التربة. لا يمكننا أن ندع كل الحرائق تشتعل كما أننا لا نستطيع أن نخمدها جميعها. علينا أن نجد حلاً وسطاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النار هي جزء حيوي وأساسي في نظامنا البيئي. لهذه النيران أهمية خاصة، إلا أنها تنضوي على بعض المخاطر، وذلك لأنها تحترق في أحد أهم المناطق التاريخية ذات المساحة الصغيرة في يوسيميتي. يعد بستان ماريبوسا لأشجار السيكويا العملاقة أحد أكبر الأماكن التي لا تزال تحافظ على هذه الأشجار العظيمة في يوسيميتي. كان هذا البستان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الرئيس لينكولن إلى إعلان يوسيميتي محمية طبيعية في العام 1864 في خضم الحرب الأهلية. خلال العقود التي كانت تسود فيها سياسة إخماد النار بأي ثمن، نادراً ما كانت تنمو أشجار سيكويا. أما السبب الكامن وراء ذلك فقد أحاطه الغموض مدة طويلة، إلى أن وجد له حل مؤخراً خلال القرن الماضي. تعتمد أشجار السيكويا العملاقة على الحرائق لكي تتكاثر. تؤدي الحرارة إلى تفتح مخاريط هذه الأشجار التي تفرج عن البذور بداخلها، كما تساهم ألسنة النيران في جلاء الأرض لإنبات تلك البذور. يبدو أن حريقاً هائلاً يشب في المنطقة. يقوم تارو باستطلاع المنطقة جواً بينما تمتد النيران في بستان ماريبوسا. يبدو أن الحريق يتفاعل أكثر فأكثر، في حين أن عدداً أقل من الأشجار يحترق من حولهم، تقف السيكويا سالمة عملياً من النيران. إنها مقاومة للحريق بشكل ملحوظ، فلحاؤها أشد سماكة من أي شجرة على سطح الأرض، إذ يصل إلى 60 سنتيمتراً، ويحوي نسغها على نسبة عالية من مادة التانين الكيميائية المعيقة للنيران. يمكنك مشاهدة الندوب التي خلفتها النيران على جذوع أشجار سيكويا. لقد اندلعت فيها الحرائق على مدى دهور، وستستمر في ذلك إذا دعت الحاجة. يجتهد تارو وفريقه لجذب القوى الطبيعية التي تعيد التوازن إلى يوسيميتي وتحافظ عليه.
تشكل النيران جزءا حيويا من الحياة هنا. عندما تهدأ النيران تصبح الأرض على استعداد لنمو جيل جديد من أشجار السيكويا العملاقة. في كل ركن من أركان الحديقة يعمل حراس يوسيميتي وعلماؤها على استعادة توازن مهدد بوجود الإنسان. إن توري سير هي عالمة متخصصة في الدببة في يوسيميتي. تقضي مهمتها في الحفاظ على الدببة البرية بعيدا عن المغريات التي يجلبها الزوار إلى الحديقة. أعلم أنه عندما يفكر الكثير من الناس في دببة يوسيميتي تتبادر إلى أذهانهم تلك الدببة التي تقتحم المخيمات وتهاجم البشر في مواقف السيارات، أي إنهم يتخيلون الدببة السيئة لا محالة. إنها ليست دببة سيئة، بل مخلوقات تحاول كسب عيشها والبحث عن غذائها. من أجل أن تحافظ الدبابة على طابعها البري تحتاج إلى الغذاء الطبيعي، وخصوصا ثمرة جوز البلوط التي تعد أحد أكثر الأطعمة الطبيعية الغنية بالسعرات الحرارية. من هنا تلعب سياسة الحرائق في يوسيميتي دورها للحرص على بقاء الدبابة، إذ تعمل النيران على إحراق الجزء الأعلى من الأشجار بحيث تسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى أشجار البلوط لكي تساعدها على النمو. تحتاج الغابات إلى الحرائق، فهي تسمح في نمو شجيرات جديدة تمد الدببة بالغذاء الطبيعي. تشير أبحاث توري إلى أن أعدادا متزايدة من الدببة تقايض مواقف السيارات وأماكن التخييم في يوسيميتي بالمساحات البرية الشاسعة. نحن مدركون أن قطعان الدببة هنا تتمتع بصحة سليمة، وقد بدأنا نلاحظ حضورا ملحوظا للدببة في بعض أماكن الحديقة لم نشهده من قبل. إلا أنه لا يمكن لحراس يوسيميتي حمايتها مما قد يحدث خارج حدود الحديقة. تشير الأدلة إلى أن تغير المناخ أو الاحترار العالمي يثير غضب القوى الطبيعية التي لطالما حافظت على توازن يوسيميتي على مدى العصور. من هنا فقد بات العثور على طبيعة غير مضطربة يشكل تحديا أكبر من أي وقت مضى حتى في يوسيميتي. على ارتفاع 600 متر يوشك لينكولن على بلوغ قمة إل كابيتان. تعرف هذه الصخور الوعرة المتدلية باسم جريت روف أو السقف الأكبر. هذا كل ما تبقى من العمود الصخري الذي راح ينفصل عن واجهة الكابيتان طوال ما يزيد على 10,000 سنة، وهو يشكل الآن الحاجز الجيولوجي الأخير الذي يتعين على لينكولن ألس تخطيه خلال رحلته نحو الأعلى. الأمر أشبه بالوجود تحت صدر الموج المتهدج. كم هذا رائع. تشكل جريت روف أو السقف الأكبر بفعل الكتل الجليدية الهائلة التي كانت تملأ وادي يوسيميتي في الماضي. بعد سلسلة من العصور الجليدية الضخمة التي انتهت منذ 10,000 سنة، شقت الكتل الجليدية طريقها بقوة عبر يوسيميتي مشكلة المنحدرات العمودية الوعرة. عندما تراجعت الكتل الجليدية تحرر الضغط المحاصر داخل الحجر واندفع مباشرة إلى الخارج، حيث تسبب بانشطار أعمدة صخرية بأكملها. إن جريت روف هو كل ما تبقى من هذه الأعمدة. هذا هو السلوك التوازني الذي يتطلبه تسلق جبل الكابيتان.